عربية واليوم رابع فيديو ورابع يوم. اليوم حسب طلبكم اللي طلبتوه كثير، هذا الفيديو أكثر فيديو انطلب. نور صيري ايدل، كي بوب ايدل ليوم كامل، أو سوي كي بوب ترانسفورميشن، يعني سوي ميك اب وشعر وستايلينج وسوالف هيج مثل الايدلز. فاليوم رح نسوي هذا الشيء. طبعا تواصلت مع شخص هو اصلا مشهور وعنده قناة على اليوتيوب، كوري مشهور بانه يعني شغله يجنن. هذا هو الشخص اللي تواصلت وياه اول شيء، كتبت له هاي انا موجودة بسيول بكوريا وحابة اسوي وياك ميك اب وشعر تغيير، يعني تغيير وستايلينج وستايل جديد وهيجي مكياج وشعر اللي هو الكوري للكي بوب ايدلز. طبعا رد علي بوقتها وقال لي هو مسافر على الي، فانا رجعت سالته قلت له هل اكو شخص انت يعني توصيني بي او يعني شغله حلو مثل شغلك واقدر اروح له؟ بعدين قال لي يس عندي صديقي ويحكي انجليزي وتقدرين تروحين تسوين عنده ميك اب وشعر، يعني نفس الصالون اللي هو يشتغل بيه ميك اب وشعر، وشو ما بدك تسوي تسوي. ورسل لي اكاونته، بعدين انا رحت سويت فولو لصديقه وحكيت وياه. هذا هو حساب صديقه، هذا الشخص ما احكي لكم يجنن. تواصلت وياه اخذت موعد، والموعد لميك اب شعر قصه شعر وستايلينج للشعر، كل هذول حنسويهم اليوم ونتحول او نسوي ميك اوفر للوك ايدل. طبعا هو سالني قال لي اي ميك اب لوك حابه تسوين، فبعثت له صوره جيني بهذا اللوك وقلت له حابه اسوي هذا الميك اب لوك. سالني عن الشعر، قلت له حابه اسوي قصه جديدة كمان تشبه قصات جيني، وحاب أسوي ستايلينج مع ريبن. ده أقصد تحديداً اللوك اللي سويته مع الريبن الأحمر. فأكدت معاه الموعد واليوم موعدي وياه ورايحين لعنده نسوي ميك اب شعر قصة شعر وستايلينج للشعر. هذا هو شكلي قبل، وهسه رح نطلع ونروح لموعدنا. جايز قبل ما اطلع حطوا لايك للفيديو، اشتركوا بالقناة واكتبوا لي بالتعليقات إذا في فكرة معينة حابين أصورها بكوريا، لأن أفكاركم تعني لي كثير، تعني لي الكثير، كأني حسيت دا أترجم إنجليزي لعربي، بس جد أفكاركم عندي لها قيمة كلش كبيرة، كثير كبيرة، بتجنن. يعني أنا لما بقرأ فكرتكم باخذها وأسويها فيديو، هاي الفيديو هذا الفكرة من عندكم. أوكي جايز خلونا نبلش بفيديو اليوم. هذا هو صالون الكي بوب ايدولز، شوفوا بالبداية لما تفوتون في بوسترات كثيرة وكلها بالتواقيع، يعني المشاهير هذولي موقعين على هذا البوستر لصاحب الصالون، شايفين؟ يعني كلهم ايدولز ومنطينا تواقيعهم. فهذا الصالون كثير من الايدولز والكيبوب مشاهير الكيبوب يجون هنا يسوون شعرهم. حتى هنا في كثير بوسترز مع التواقيع. خلينا نفوت اخذكم جوله بالصالون. من اليمين في كل المكان اللي تقعدون بيه عشان تستشورون شعركم او تسوون ميك اب. صراحه الديكور كلش حلو، فيري مودرن، يذكرني فاشن ويك. فاشن ويك بالعاده يكون هيجي الاجواء والناس قاعده تسوي شعرها وتسوي ميك اب، سو اي ثينك الديكور تبع الصالون انسبايرد باي فاشن ويك. هاي الجهه بهالشكل، بعدين من هذيك الجهة في مكان ثاني، خليني اخذكم. لاحظت انه هذا الصالون في كمان لوكرز يحطون فيها اغراضهم، وفي كافيه صغير من هي الجهة. هذا الكافيه تقعدون تشربون قهوة، تشربون شاي، يعطوكم ماء، يعني سو كيوت صراحة. انا حاليا موجودة بغرفة غسيل الشعر، راح يغسلون شعري اول شيء، بعدين نحط ميك اب، بعدين نسوي الشعر ونقص. في كثير اشياء راح نسويها عشان نوصل لل كي بوب ايدل ميك اوفر. طبعا بدي انزل صوتي لاني مستحيل. اوكي راح يغسلون شعري، وفجاه الكرسي صار سرير. الله لا اغلوغي، لا الاغلوغي هيك. اوكي جايز طبعا نايمه ومرتاحه وراح يغسلوا لي شعري. الله كي بوب ايدل، انا جايه بدون ميك اب لانه هم طلبوا مني اجي بدون ميك اب، فاعذروا الهالات السوداء. حاطه مرطب، ينظفون ذمه وضمير. الله احلى شيء.
راح اشتاق لصالونات كوريا. اكثر شيء راح اشتاق له هو صالونات كوريا. احسهم يحكون فروة راسي بعمق هكيج. هذه غرفة الميك اب، خليني اراويكم كلوز اب على الميك اب اللي حاطينه هنا. لك حتى حاطين شانيل، حاطين ديور. وصلنا لغرفة الميك اب، وهاي غرفة خاصة. اول شي بلشت فيه حواجبي. سو اللي فهمته انه اول شي تجي بنية تسوي لي البيس وتنظف لي الحواجب، ونفس الشي الولد حينشف لي الشعر، بعدين يجي الخبير يسوي لي بقية الميك اب العيون والتفاصيل، ويجي خبير الشعر يقص لي ويسوي لي التسريحة. So, في كذا اشخاص يشتغلون على كذا مراحل من البروسس. جابوا لي ايس امريكانو قهوه ونشفوا شعري، والان راح نبلش بالميك اب او البيس تبع الميك اب. حتنظف لي بشرتي اول شيء. مرطب للبشرة ومرطب لمنطقة تحت العين وراحت. Can you do here first? Wow. Which brand is this? وهاي البراند. خلصنا فونديشن، وصلنا للكونسيلر. لاحظت انها تسوي نقطة نقطة من وجهي، يعني جزء جزء. غيرنا الغرفة وجينا على غرفة ثانية. هذه الغرفة فيها الميك اب ارتست، يعني انا كانت المساعده تبع الميك اب ارتست بتسوي لي البيس اللي هو فونديشن كونسيلر، وهسه الاي شادو وذا فول ميك اب لوك راح يكون مع الميك اب ارتست. فهذه غرفتها. احنا كنا بالغرفه اللي ورا هذيك، وصرنا بالغرفه اللي مقابلها. هاي، هاو ار يو؟ جيني. يس جيني. تو راح اسوي مكياج جيني. انا رويت هي انا عم بحط مسكارا، وحتى صار يفهم بالمسكارا مختلفه يا جماعه. بيوتيفول. اوه قاعد شوفوا شو بتسوي. بتقسمهم يا جماعه مثل الانمي. حبيت. الله عليكي، الله عليكي. This nice. يغطون الشفايف الأطراف عشان ما تصير مرة هارش. احنا عندنا العكس، يحطون الليب لاينر صح؟ عشان يحددون. هنا لا، يركزون بس على اللي داخل عشان تصغر شفايف. هنا يغطون الأطراف. كل العالم يحطون ليب لاينر عشان يسوون يعني تحديد للشفايف. هنا يخفون حدود الشفايف. هذا هو البرودكت، هذا البرودكت اللي استخدمته كريمي. اوكي بتحط لي جليتر. خلصنا الميك اب، وهذا هو الميك اب النهائي. اذا تلاحظون البشرة فاتحة، وبنفس الوقت في جليتر تحت العين، في اي شادو تحت العين، لانه هم يحبون الانتفاخ اللي تحت العين. بالنسبة لهم انتفاخ تحت العين يبين انه انتم صغار بالعمر، وتركيزهم يكون على الرموش. اذا ملاحظين رموشي كلش حلوة، الجنة. شايفين رمشة رمشة، يعني تحط مسكارا على الرمشة رمشة. جدا جدا دقيقة بتركيب الرموش وتضبيطهم. والشفايف يخفون حدود الشفايف، ويحطون بس بنص الشفايف، ويحطون شوية جلوس. وهذا اللي لاحظته، ما يقربون ابدا على الحواجب، بس رتبونها، وشوية آي لاينر لتحت. وهذا هو لوك المكياج للكي بوب ايدل بكوريا. شو رايكم؟ اكتبوا لي بالتعليقات. هسه راح اروح اضبط شعري. والان جئنا الى غرفة الشعر.
والله يستر من ما سأفعله بشعري. بنات ركزوا معي، شو تحسون لازم أسوي؟ أنا أحس يا تبين تصيرين تضبطين صدق الكورل كيب أب آيدل لوك لازم تقصين قلت لا بس it's very risky فأنتو كيف؟ Hi, how are you? Good. How's everything? I'm good. What about you? I'm good. I'm excited. About what? My hair. جربي أول شيء تبي تقلينها خلي ثقل لك إياها بس لا تحمسي من البداية. Have you ever tried like bang hair before? No. In Korea? No. Never. 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 It's my first time. Really? But I like the Korean style bag. قلت لي خلي قصها طويلة بعدين يقصرها أحسن. بسم الله. أسرع شيء. صبر على مهلك. قصها وراح ولا اهتم. يما شكلي جبت العيد. دورة. 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 طلعت هذه. Hairline. Hairline. بعدين بيسوونها بالستريتنر. حبيت. اوكي جايز لا تنصدمون لا تنصدمون لا تنصدمون لا تنصدمون راح نضبطها راح نعدل كل شيء وما جبت العيد وارجع لكم بابديت. باي. اوكي جايز هذه هي النتيجة النهائية. طبعا سوينا غرة، سوينا ميك اب وسوينا الشعر. شو رأيكم؟ شو رأيكم؟ بليز بدون تنمر بدون تنمر. أريد أوضح كذا شغلة. أول شيء أنا ما أريد أكون جيني يعني، بس جيني هي يعني كانت الانسبيريشن لللوك لأنه حسيت كأيدل منو أكون يعني هيجي عنده لوك آيكونيك، وصراحة ذكرت هذا اللوك اللي حطت فيه هي الشرائط الحمراء. وثاني شيء بدون تنمر لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا، انتوا طلبتوا هاي الفكره بالتعليقات ولانه طلبتوها في التعليقات انا سويتها لكم. اوكي اوكي ترى هذا هو اللوك. طبعا كاميرتي انطفت بالصالون من الشحن فاضطريت ارجع الاوتيل اشحنها عشان اصور لكم هذا الجزء من الفيديو. سو بهذا الفيديو سويت ميك اب وشعر وقصه شعر وستايل للشعر واللبس. لبس اختارته صراحه زينب ل كي بوب ايدل. هسه الشعر تقريبا يعني فيه استيحاء من اشهر لوك لجيني اللي هو بالشرائط الحمر. صراحه الهدف كان جيني بس ما ادري ليش حسيت تحول لانابل. سوري جايز اسف اعتذر منكم بس لازم احش نفسي واتنمر على نفسي قبل ما انتم تحشوني تتنمروا علي. صراحه هذا اللي شفته يعني هذا اللي شفته لما طلعت بنفسي بالمرايه قلت نور يعني شنو صاير. بس احس ما ادري اهم شيء اهم سؤال اكتبوا لي بالتعليقات اذا تحسون اوه بشرتي صايره تلمع مثل الكوريين. جيت لكوريا اسبوع بشرتي ما شاء الله. اكتبوا لي بالتعليقات اذا تحسون هاي القصه لاقت لي وستايلي والغره حلوه علي ولا غلطه كبيره وراح اندم عليها ندم العمر. هو انا سويتها يعني هي صارت يعني هي صارت واستوت وموجودة فيعني ما في رجوع. ولكن رأيكم يهمني لأنكم عائلتي بالنهاية يعني ورأيكم يهمني. شو سوي شو سوي؟ تتنمرون تحبوني تكرهوني تعشقوني تظلون عائلتي وأهلي ويعني عشرة عمر وسنين طويلة وكبرنا سوا وقصينا شعرنا هالقصة سوا. جايز جد 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 أنا كلش سعيدة فرحانة. اليوم كان من أحلى أيام حياتي. حاولت أصور لكم قدر الإمكان بس للأمانة كان ممنوع التصوير بالصالون يعني وقفوني كذا مرة وأني أصور كذا مرة. إذا شفتوا الفلوج يعني من أول لنهايته أكو كم لقطة ما أعرف إذا راح أترككم بالفلوج بس كذا مرة يقولوا لي أوكفي أوكفي أوكفي. هذا هو اللوك هذا هو الفيديو. أحبكم أموت عليكم وإن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو وحبيته قد ما أنا حبيته. جايز لا تنسون لايك للفيديو اشتركوا بالقناة فعلوا الجرس روحوا شوفوا الفيديوهات الثلاثة اللي نزلتهم عن كوريا وباتشر اكو فيديو رهيب راح ينزل نفس التوقيت. أنا نور ستارز احبكم خيرات الله واشوفكم وين وامتى بالفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي باي.